لقائي بكم في هذه الليلة عن موضوع يهم كل رجل ويهم كل امرأة، يهم كل رجل وكل امرأة. أتدرون ما هو هذا الموضوع؟ إنه محدد بالتحدث عن ليلة القدر. أيها الإخوة والأخوات، ليلة القدر لعظم شأنها وسمو مكانتها خصها الله جل وعلا بسورة كاملة من أولها إلى آخرها. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول جل وعلا في مفتتح سورة الدخان: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. أيها الإخوة والأخوات، ليلة القدر تخص بالقيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: من قام. إذن المسألة مسألة قيام. ولذا الله جل وعلا يقول: وقوموا لله قانتين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليالي العشر حتى تتورم قدماه، فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني كيف تصنع هذه العبادة العظيمة وهذا الجهد العظيم وأنت قد غفرت ذنوبك؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ربي لما غفر لي ذنوبي ألا أشكره؟ إذن هناك شروط لأجل أن تكفر سيئاتنا إذا قمنا ليلة القدر. انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، ما هي الشروط؟ يقول وأكرر، يقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فضل هذه الليلة على سائر الليالي، واحتساب الأجر من الله جل وعلا أن نخلص لله في صلاتنا، في تهجدنا، في صيامنا، في قيامنا. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر ماذا يصنع؟ شد مئزره، يعني تفرغ للعبادة والقيام والصلاة والتهجد. إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله وكل كبير وصغير يطيق الصلاة. فالرسول يتهجد حتى تتفطر قدماه. والواحد منا إذا أطال الإمام قليلا تضايق وربما فر من المسجد أو فرت من المسجد بسبب طول الإمام وهو قد أطال دقائق قليلة. فما بالك بمن يقوم صلى الله عليه وسلم يقوم طيلة ليالي العشر حتى تتفطر قدماه من طول القيام. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في التماس ليلة القدر. فليلة القدر قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: أريت ليلتها أسجد صبيحتها في ماء وطين. انتبهوا الكلام يا أخوان، يقول صلى الله عليه وسلم: أريت ليلتها أني أسجد صبيحتها
في ماء وطين. ما معنى هذا الحديث؟ يعني أن السماء ستمطر ويخر السقف على مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسجد الرسول على هذا الرمل وهذا التراب المبلل بالماء، فينصرف عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر في ليلة 21 البارحة أو في ليلة 23 القادمة، وأثر الماء والطين على جبهته عليه الصلاة والسلام. إذن ليلة القدر من اجتهد العشر كلها أدركها بيقين، لكن هل غفر له ما تقدم من ذنبه أو ما تأخر؟ هذا ينظر إلى مدى إيمانه واحتسابه وإخلاصه وتجرده من الرياء والسمعة، ويتهجد ابتغاء ثواب الله، لا يريد أن يمدح ولا يريد أن يثنى عليه. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فأروا الله من أنفسكم أيها الإخوة خيرا. وليلة القدر كما نوه عن ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: تتنقل في أوتار العشر الأواخر. ما معنى تتنقل؟ يعني ربما أنه في سنة من السنوات تكون ليلة 21، وفي سنة من السنوات تكون ليلة 29 أو 27 أو 26. كيف 26؟ أعداد زوجية. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر. والعشر الأواخر يدخل فيها الأشفاع والأوتار. الأوتار يا أخواني 21 و23 و25 و27، هذه الأوتار. والأشفاع ليلة 22 و24 و26 و28 و30 إن تم الشهر 30 أو إن تم الشهر 30 يوما. إذا نجتهد في الأشفاع وفي الأوتار ونتهجد طيلة العشر الأواخر، ونحن بذلك قد أدركنا ليلة القدر. ليلة القدر اسمها ليلة القدر، وما هي هذه الليلة؟ تتنزل الملائكة فيها، والروح جبريل عليه السلام تتنزل الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. إذا متى تبدأ الليلة؟ إذا قيل الليلة الأحد، ليلة الاثنين، ليلة الأربعاء، ليلة الخميس، يبدأ من متى الليلة مسمى الليلة؟ من غروب الشمس إلى أذان الفجر، هذا يسمى ليل. ومن أذان الفجر إلى أذان المغرب يسمى إيش؟ نهار، ما يسمى ليل. إذا الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر هذا يسمى ليل، ومن أذان الفجر إلى أذان المغرب يسمى نهار. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعنا كان يشد مئزره، يعني يجد ويجتهد وينشط. والرسول كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر. والرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نجتهد وأن نضاعف الجهود وأن لا نصاب بالخمول والكسل. فالإنسان لا يدري أيها الإخوة والأخوات متى تأتيه المنية، ربما يصبح فلا يمسي، وربما يمسي فلا يصبح. وأنتم الآن تسمعون وتشاهدون عدد الجنائز التي يصلى عليها في جميع أنحاء العالم، فلا بد إذا من الاجتهاد. والله تعالى يقول: وختامه مسك، فاختموا شهركم بقيام عشركم وأرضوا ربكم. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فعلينا الجد والاجتهاد
في إحياء هذه الليالي المباركة، ولنتنافس في الأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعلنا منهم أجمعين. اللهم اختم شهرنا بالعتق والغفران، اللهم اختم شهرنا بالعتق والغفران. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا كربًا إلا نفسته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.